كل يوم الساعة 6 الصبح صلاح بيصحى على صوت زعيق المعلمة سعدية، أصله لازم يكون واقف في الإشارة من 8 الصبح لآخر اليوم، أصل فرصته كبيرة وقت زحمة العربيات وهم رايحين وراجعين من الشغل، أصله عيني على لحم بطنه طول اليوم. ساعات علشان ينسى التعب بيبص في عيون الناس وبيخمن هما بيفكروا في إيه، وفي خياله بيعيش في حتة تانية، بس الواقع بيرجعه لنفس الحتة، أصله لو ملمش المبلغ المطلوب منه على آخر اليوم مصيره بيكون قط العقاب اللي أقل حاجة بتحصله فيها الضرب، ولو حظه حلو حد ممكن يديله لقمة يأكلها. وقبل ما ينام بيفكر إزاي حياته اتغيرت من ساعة ما تيت وعمه ما قدرش يشيل مسؤوليته ورمى في الشارع، لحد ما لقيته المعلمة سعدية وبالغصب والتهديد خليته يشحت لها كل يوم. من ساعتها وكل يوم بقى شبه التاني. الحكاية دي للأسف لسه ملهاش نهاية، بس انت ممكن تنهيها. حكاية الإتجار بالبشر كتير، وأي حد فينا ممكن يتخدها ويبقى ضحية للإتجار بالبشر. الإتجار بالبشر جريمة ولازم ننهيها. لو تعرضت لأي شكل من أشكال الإتجار بالبشر أو شكيت في تعرض حد ليها ما تترددش، وبلغ السلطات أو اتصل بالخط الساخن للمجلس القومي للطفولة والأمومة على 16000.